انت بقى شايفه ايه في الجيل ده؟ بصي انا ما اعرفش، يعني انا انسانه عطوائيه جدا، فمش مش بختلط قوي بالجيل ده، بس هم حابين الشخصيات اللي انا بقدمها، بس هم ما يعرفوش حريه الحقيقيه. فلما بيشوفوا حريه الحقيقيه بيحبوني، يعني بحس انهم بيحبوني اكتر. يعني في فيلم ديكور، لما كنت بصور ديكور، كنا بنصور في مدرسه في اسكندريه. مش هتصدقي، لو انا كان لازم ابوس كل بنت في المدرسه واتصور مع كل بنت في المدرسه، لان هم لما شافوني على الحقيقه ما صدقوش ان ممكن دي تبقى هي عزه بتاعت زوزه بتاعت دوران شبرا، ولا كوكي بتاعت حكايات بنات. بصراحه بيني وبينك انا مش عارفه الجيل ده بالظبط هو عايز ايه. يعني مختلف، الجيل مختلف، يعني كل واحده او كل واحد ما تعرفيش بيفكر ازاي. يعني انا دلوقتي كممثله ما بقتش عارفه اعمل فيلم هكلم ايه، هكلم مين. ساعات اعمل فيلم افتكر ان هو هيسقط جدا والاقيه بينجح جدا، زي عبده موته مثلا. يعني عبده موته ده يعني من اكتر الافلام اللي عملتها جاب ايرادات عاليه جدا، وانا ما تخيلتش ان هو ممكن يجيب الايرادات دي.